لابد من امرين، لابد من ان يكون الراقي يعني سليم المعتقد، ولابد من احسان الظن بالله وان يعلم المسلم ان هذا سبب شرعي، وكذلك المسحور وولي المريض يكون عندهم انفعال بما يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى هو الشافي وان هذا من الاسباب الشرعيه، ويكرر هذا مع سؤال الله العافيه والضراعه الى الله عز وجل. ومن ذلك ايضا قراءه ايه الكرسي وهي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، وقد قراها الامام وفقه الله في صلاه المغرب الركعه الاولى، وهي اعظم ايه في القران الكريم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه اعظم ايه في القران الكريم كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. واعظم سوره في القران سوره الفاتحه، الحمد لله رب العالمين. اعظم سوره في القران هي سوره الفاتحه، واعظم ايه في القران ايه الكرسي. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قراها في ليله لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. تقرا ايه الكرسي وتقرا ايه القواقم، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. واذا قرأ قل يا ايها الكافرون حسن ايضا. هذه تقرا على المريض على المسحور، وتقرا في اناء فيه ماء وصب على المسحور فيشفى. وهذا ايضا مجرب في حبس الرجل عن امراته، من انواع السحر حبس الرجل عن امراته فلا يصل الى جماعها يحبس، وهذا مجرب هذا العلاج. واذا اتى بسبع ورقات من السدر ودقها في ماء وقرأ آية الكرسي والقواقل فإنه يشفى بإذن الله. وهذا مجرب، جربه عدد من الشايخ، جرب سماحة الشيخ الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه، كذلك أيضا قرأ في بعض الناس وقال إنه استفاد، وقرأه غيره. إذا كان رجل محبوس عن امرأته يعني ممنوع لا يصل إلى جماعها هذا من العلاج، يأتي بسبع ورقات سدر تقرأ في آية الكرسي والقواقل، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيشرب منه ويتروش يغتسل به يشرب بإذن الله. وهذا مجرب، هذا من نوع السحر حبس، ولذلك قد يكون هذا الإنسان حبسه عن امرأته بسبب الحسد وعقد عقد. بعض الناس يحضر عند العقد إذا كان وهو حاسد لهذا الرجل، قد يكون مختفيا فيعقد عقد، ويقال لا إذا قال المزوج له زوجته يقول لا ويعقد عقده وهكذا فيحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.